تيتا حرام عليكي، الشمس هتحرقنا. مش عايز اقوى الاهومات. اسمع يا ولد، انت تسمعني وانت ساكت خالص، فاهم؟ العلماء لغايه النهارده ما قدروش يوصلوا لاوضه الملك، مما يدل على عبقريه الفراعنه. انت يا حيوان يا اللي اسمك ابراهيم بتعمل ايه عندك؟ عايزة مني ايه بس يا تيتا؟ عايزة مني ايه؟ ما انا سامع جد بتكلمي على الفرنعة. فرنعة؟ اسمهم فرنعة؟ ما انت جاهل. اسمع كويس واستوعب يمكن تستفيد. استفيد من ايه لا مؤاخذة؟ دايما انا في شوية رمل وشوية حجارة وتقول لي استفيد. ده ايه الخروجة الزفت دي يا رؤوف؟ كنا رحنا القنوات الخيرية، كنا رحنا بنتين، كنا شمينا شوية هوا نضاف. عايز تشم هوا؟ اه. من عينيا الاتنين. جوبلز رعد. كلاب لا بص بقى يا عبدو، الحكايه ما فيها ان دي اختي منور. اهلا وسهلا. وده جوز اختي رؤوف. يا اهلا وسهلا. عندهم مشكله كده يعني، هما يحكوا لك بقى بمعرفتهم، بس انا عايزك تعمل معاهم الصح. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. قول يا منور، دلوقتي الشقه نصها باسم رؤوف ونصها التاني باسم جدته. اللي احنا عايزينه بقى ان احنا نقسم الشقة وكل واحد يعيش في نصيبه. يا سيادة المستشار، حضرتك مش فاهم الموقف. الست دي تريب جامد جدا. الله، يعني صعب عليكم قوي كده وهي اللي معوراكم عاملة البلاوي دي؟ ما انا شايف، ما انا شايف. والله يا الاخت منار برضو قالت فكرة يعني مش وحشة. احنا نرفع قضية ونقدم الورق والمستندات اللي تثبت استحالة العشرة مع الست دي، وانتوا طبعا هتبقوا موجودين وهتشهدوا كلكم انها ست مش طبيعية. الله يبارك لك، احنا نشهد، كلنا نشهد طبعا، نشهد. طب برضه نسمع رأي الأستاذ رؤوف. اتكل على الله يا أستاذ عبده. ارفع قضية. طيب في عربون ولا احنا هنعمل قضية دي بالحب كده؟ يا جدع بالحب وفي عربون طبعا. في ادفع رؤوف. كام حضرتك؟ لا 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 لا، ما باخدش فلوس في ايدي. اللهم صل على النبي. مش بقول لك يا شرفنا، ما تفتحوا الباب. هو انتوا اتطرشتوا؟ والله ما تستاهلوا تعيشوا في البيت ده. مدام راوية سيف الدين القاضي. ايوه. اتفضلي. ايه ده؟ مرفوع عليكي قضية. مين اللي رفعها؟ ما تقري حضرتك، امضي لي هنا عشان انا مستعجل. هنا اهو. الف شكر. سلام عليكم. هذه هي القضية سيدي الرئيس كما شرحتها لكم بأدق تفاصيلها.